بشكل عام، وقلت ان انا في رأيي في مواصفات او مش مواصفات، يعني في حاجات بتأهلك يعني تلاقي حد كويس او انسب. هو ده الموضوع اللي انا عايزه اوصله، بس المشكله اني لقيت ان البيز او القاعده اللي هنبني عليها اللي هي ببساطه، انا قلت يعني انا قلت في كلامي يا جماعه في مثلا حاجه ناس كتير عرقوا عليها، اللي هي فكره ان كل شيء ليه ثمن. انا كيف كان قصدي بالكلمه دي؟ مثلا لو زوج اهله مثلا مستواهم العلمي عالي جدا، هما بيبقوا متوقعين بقى او متطلبين، مبانش في الاول يعني، مش في الاول تلاقي واحد بيقول لك ايه، ما انت اصلا ابوكي لو كان كمل تعليمه ما كنتش كنتي بالمستوى ده. مش هقول لك الكلمه دي في الاول وانت على السوق دي، والله بتطلع في اياء، في النرفزه، في المشاكل الكبيره، في خلاص بقى على وشك الانفصال. اخلاق بقى بتبان، الاخلاق الحقيقيه او التصرفات. وبعدين انا قلت يا جماعه انا بتكلم على العام 90%، ما حدش يقول لي اصل في ناس انت بتتكلمي على 10%، طب انا اعمل ايه؟ لا يا جماعه، ان كل الناس بقت مؤمنه انا استحق الافضل. انا مش عارفه على انهي اساس، يعني هو الانسان بيوزن نفسه بايه؟ انت في ميزان معين بتوزن نفسك عليه، فشايف انك اكتر. والله اكتر من بنت بعتت تقول لي انا اعرف واحده ما فيش اي حاجه ولا جسم ولا شكل ومعاها حد فظيع ومش عارفه ايه. سبحان الله، والله يعني مقارنات بالغير بداية الدمار أصلا لأي علاقة زوجية أو إن أنتي تتجوزي عامة. يعني المقارنة بالغير دي دمار في حياتك كلها كلها بلا استثناء. أبسط شيء تخيلي إن ده كان سبب إن إبليس اتطرد من الجنة، إن هو أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من. تستغرب ال الواهب ولا الموهوب؟ يعني أنت بتستغرب النعمة ولا بتستغرب إن ربنا اداهاله؟ ده شيء غريب جدا يعني، صح؟ بقى شايف كده، هو ابليس شايف انا واحد عمال اعبد اهو لدرجه اني وصلت للملائكه وفي الاخر جاب تمثال من طين انا اسجد له. ما هو ده فكر الانسان، وصل بيه العند والكبر ان هو لا، يعني حتى ما تبش لو دخل في عند وطلب من ربنا انه يمد عمره عشان يعيش عمره كله يفني نفسه. ارجوكي اياكي تقارني نفسك بغيرك، انت لا تعلمي ابتلاءات الست دي، لا تعلمي عيوب الراجل ده. انت شايفه من بره واحد طويل وعريض وبتاع وشعره ناعم انا بتكلم كل شخص لنفسه في نفسه. قارن ظروفك، قارن اللي بيجي لك، حسن نفسك، شوفي ايه تقدري تشتغلي على ببساطة انا لما بقول ان حاجات، انا بقول ان كل شيء ليه تمن. يعني الرياضي هيطلب انك تبقي رياضية في الاغلب، في الاغلب يعني غني جدا وعنده شركات، تأكدي ان وقته مش هيبقى ملكه، تأكدي ان هو هيتعرض ان في ستات كتير تحاول تتجوزه. يعني هي الستة مش شايفة يعني صغير في السن وهايبر اكتيف وعنده انشطه وحاجات خيريه وحاجات اجتماعيه، تاكدي ان وقته هيبقى معاكي قليل وانت لازم تشاركيه في ده، لا اما هتقعدي تشتكي للنهار. واحد بيحب الاكل وقعد في الخطوبه يمدح اكلك وان انت يعني الطباخه الفظيعه، كنت انت سعيده، بعد كده بقى عنده القلب والسكر وطالب كل يوم اكل جديد. خدتي واحد تعليم ادي اجنبي، ادي مش عارفه اي يو سي ولا جي يو سي ولا جامعات اللي مش عارفه ايه او اي جي او بتاع، ما تستغربيش انه يتريق على نطقك. طب ما انت بالاصل كل انسان بيشوف ميزاته وبيتكبر بيها وبيشوف نفسه الا من رحم ربي. في ناس هي بتضغط على نفسها، هي بتبقى فتنه، بتجاهد نفسها انها تبقى كويسه. عايزه الاكزامبل اللي هو ايه، الخلق المجيد، او هو اللي هو الحد كده تحس انه جاي من ايام الصحابه، موجودين بس والله تعدوا الواحد او 2%، وده بيبقى رزق فتح من ربنا بقى، ان واحده بقى في حياتها وربنا كرمها. وفي الجميع ربنا هيكرمك، انا ما قلتش ان ربنا ما كرمكيش. الناس ما بتبصش لنص الكوبايه المليان، يعني هي متضايقه من حاجات اللي ناقصه، لكن كل اللي موجود لا عادي فور جرانت، المفروض يبقى بتاعي اصلا. حاجة أبسط حاجة في المجتمع التركي، يعني ناس كتير تعرف بتتأثر بالمسلسلات التركية والناس اللي سافرت تركيا وشافت المجتمع التركي عايش ازاي. هو تمام، انت عارفة ليه الراجل بيدي مشاعر فظيعة دي؟ لأن الست عندهم بتشتغل زي الراجل بالظبط، وبتتعب وبتشقى وبتصرف في البيت ونص من نص. يعني الست العربية لما بتيجي مثلا تتحط في موقف ده، لا هتبص للراجل ده انه مش راجل مثلا. تخيلي بقى التفكير، يعني شوفي ازاي الحاجة الميزة اتقلبت عيب. يعني امثلة بمجتمعات كتير، لان برضو دي ممكن تبقى فئة في المجتمع مش كل المجتمعات. حتى في المجتمعات الخليجية هم عارفين ان الراجل مثلا الخليجي ليه ميزات وليه عيوبه،
ان الراجل الخليجي ليه حياته الشخصيه، يعني هو بيبقى قاعد في المجلس مع اصدقائه، بيشوف صحابه في وقت معين، يعني مش طول الوقت قاعد مع مراته. مش جو بقى الراجل المصري قاعد يلا نطبخ. صاحبتي قطريه كانت بتقولي ان جوزها يعني في يوم معين في الاسبوع بيخرجوا سوا، باقي الاسبوع كل واحد ليه حياته، يعني مش جو بقى ايه كل يوم ياخدها يخرجها. من الاحوال الست المصريه لا تتحمل شيء زي ده، ده طول الوقت عايزه تعرف جوزها بيعمل ايه، بيكح بيشرب بيعطس. هي اتربت على كده، والراجل المصري كاري، يعني الراجل برضه في ستات في يعني في اهل الشام او كده عارفين ان مثلا الراجل الشامي ما بيقبلش ان الاكل ما يبقاش كويس والبيت يبقى نظيف على سنجة 10 بشكل رهيب. احنا بناخد بس اللقطة، شوفي ده شعره ايه، شوفي ده بيعمل لمراته ايه، يعني انتي بتبصي في زاوية ضيقة جدا، لحظة لحظة مشهد مش تشبه.